وعليكم السلام ورحمة الله. الأخ عبد الخالق، للأسف الشديد هاك نشوفوا كيفاش راهم متقلقين اليوم. يبدو هو أنه شوفوا الأخ عبد الرحيم هذا، أنشر الرابط. السلام عليكم أخ عبد مستر، الرحيم، مرحبا بك. كيف ألو، الحال؟ لاباس؟ الله يبارك فيك الأخ عبد الرحيم. وي نراك السلام تكلم عليكم، فينا هل الأخ تسمع عبد فيا؟ الرحيم. نعم، أنا نسمع فيك، تفضل. أخ عبد الرحيم تفضل، أنا نسمع فيك. الو الو، أنا نسمع فيك، انا تفضل. من فرنسا، انا يا تفضل من الأخ عبد مدينة الرحيم. نانت. مرحبا بك، تفضل. واه راك تسمع فيا؟ دوك راك سمعتك تتكلم على العصبية في الانتخابات. انا بغيت نقول لك حاجة، اسكو قبيلة الاولى البارح صاحبي كنت مريح مع صاحبي، قال لي لو كان بوتفليقة يزيد عهدة 5 ندخلوا في حيط. انا قلت له رانا ديجا داخلين في الحيط، راه من 2014 انا داخلين في الحيط. قلت له ماكش فيك بروحك بلي الشعب راه دايخ كاع، الشوك هذاك تاع الحيط مازال ما خرج منه. دونك هذه هي. لا بغيت نقول لك ما من العنف في الانتخابات. وكشفت واش راها تقول وزيرة التربية في هذه اليومين اللي فاتوا، انا نقول باللي عندها علاقة بالانتخابات، راهم يحوسوا الى هو الشعب، دخلت له تشاوله في البوان سونسيب تاع الشعب الجزائري وهو الدين. لا، هما الشعب كاينين الجزائري ناس، دروكا كاع شوف، كتشوف المواقع. هما ناس راهم بالمرصاد، انا نسمع فيك. راهم بالمرصاد. انت دوك سواء الناس اللي راهم معاه بوتفليقة، ولا راه مع هذا غديري، ولا راه مع اي شخص ثاني. هما دوك انت لما تسمى شغل الناس يستغلوا في الاخطاء نتاعك. كل ما اعطيتهم انت فرصة راهم رايحين يستغلوها. انت دوك مثلا واحد، انا شخصيا تشوف دوك انت مثلا هذا، انت صريح، انت علي غديري، يقول لك باللي وش اسمه، مستعد للتضحية، مستعد للموت. انت كإنسان سياسي راك تبع انت في هذه القضية هذه، ألا وش لا، ما أنا انت في وش الحرب. حاب تقول؟ مستعد انت، راح تدير انت كمجموعة نتاع الثورة، مجموعة نتاع الستة، راها فرنسا في الجزائر. إذا كان راها فرنسا في الجزائر، أنت وين كنت طيلة هذا 40 سنة؟ كنت في هذا النظام، كنت تحمي فيهم، صافي، كنت حركي. وذوك الآن هذا وين في طنطا الحركي؟ أنت لما تسمع كلام لا تاع لا، واحد كيما هذا، وين راك رايح؟ راك رايح لمدي البلاد، مديها للصدام. مستعد هو انك انت هو أعطيها الفائز، العلم. هو الفائز. باش فائز، عندك قاعدة شعبية، عندك مشروع بحيث هو انه قال مثلا صادق عليه الشعب، عندك قال مثلا مجالس منتخبة، قال مثلا راه ناس في البرلمان وفي البلديات وفي الولايات، حتى باش الناس حنا نتأكدوا من الشعبية نتاعك. واش هو الشيء؟ حنا نعرفوا هذا الناس بني ويوي، نعرفوا هذا الناس الهرجامين هذو، نعرفوا هذا الناس جماعة اللي سميتهم انا حلف نتاع الكاطو، نعرفوهم. درك هما يحركوا لهم، قال ها هو مرشح هذا البريفيري ولا المرشح الفافوري تاع السلطة، جماعة تتحرك بخيلها وبغالها وحميرها وبكذا، فهمت؟ نعم يتحركوا كل الناس. درك انت واحد قال مثلا راهو عنده واحد من ارباب المال هذا عنده مليار، يمد لك هو مليار، ولكن راهو يطمع في 10. نعرفوهم هذه المسائل، ما كانش واحد راهو راح يمد لك هو هكذا. نيشان، دوك انت قال مثلا راهو مشى معاه يعني ربرابه، راهو يمشي معاه من نتبع اجل الفايدة مع الحصول على اشياء واحده اخرى، يمشي معاه مولا قناه فضائيه. نعرفوهم، راهم ناس اللي راهم مدوا لهم شيكات، رانا نشوفوا فيهم. كاينين ناس قسما بالله انا شفناهم، قسما بالله، عنوان عنوان ما يعرفش يكتبوا على القناه الفضائيه. ومن بعد دوكا تقنيين وكذا، منين جا الشاك؟ وصل الشاك. ودوكا راني قلتها في وقت سابق ونعاود نيشان. نكررها، كاينين الناس اللي درك هما
رايحين يفتحوا استوديوهات ورايحين يمونوهم طيلة هذه مدة نتاع شهرين والله ثلاثة، وبعد إذا كان فات راك تعرف، وإذا ما فاتش أغلق سكر الكارنا. نعرفوا هذه المسائل، مش حاجة جديدة. احنا نحوسوا على جال باش الناس تخمم في البلاد، تخمم في المصلحة نتاع البلاد. هذا الإنسان اللي تشوفه انت من خلال التصريحات نتاعو راه مدي البلاد مديها للحيط، هذا مازال ما وصلش. ما بالك انت غدوة هذا السيد هذا يوصل ويصير هو انه ينتقم ويصير هو ينحي في ذاك وينحي في ذاك وينحي في ذاك. احنا نحوسوا على جال باش الناس ما تتعصبش، الناس تمشي من اجل المصلحة نتاع البلاد، ما تتعصبش لشخص لانه راهو ابن المنطقة نتاعو او ابن القبيلة نتاعو او ابن الحي نتاعو او ابن الحزب نتاعو. تمشي الناس من اجل المصلحة نتاع البلاد. تفضل الاخ عبد الرحيم. تفضل الاخ عبد الرحيم. في الخط نتاعك نمر الاخوة اخرين. شوفوا الاخ رضا بالك لعل الله يقدر يطلع. رضا مايدي، اخ رضا مرحبا بك. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام ورحمة الله. منين راك تكلم فينا الاخ رضا؟ مايدي تاع سطيف والله. الو اخ رضا، راني نسمع فيك. تفضل الاخ رضا من سطيف والله. لما قمت بالاتصال بك راه تقال بزاف. ايوه دوكا راني نسمع فيك. واش راك مستعد؟ لاباس. اه الو. والله الحمد لله. يبدو هو انه راه عندك بالك ضعف في الخط مش نتاع الانترنت. انا بالكالجي يا استاذ. هذا وش كاين استاذ؟ نشكرك على كل حال. واش الجوده فعلا اللي تقوم بها؟ الله يبارك فيك. تفضل. يبدو هو انه راهو كاين خلل في الخط نتاع الانترنت. تفضل يا الاخ رضا. للاسف الشديد خرج الاخ رضا. يبدو هو انه عنده خلل في الانترنت. نشوفوا الاخ هذا محمد الأخ محمد حسن، عندك مشكلة. نعاود نرجع لك الأخ عبد الرحيم نفس. شوفوا ترى هذا اللي يرمز الاسم نتاعو مشكل من عندك الأخ عبد الرحيم مش من عندي أنا. والله الأخ عبد الخالق فيما يتعلق بالعلاج نتاع هذا التعصب، بطبيعة الحال دوك الإنسان اللي راهو مريض كاين اللي راهو عنده مرض لازم يداوي، فهمت؟ كاين اللي راهو عنده مرض يعني قال ما على باليش أنا، عنده فقر تاع الدم ولا عنده مشكلة في الاستوما نتاعو ولا عنده مشكلة في دماغه ولا هذاك يروح يشوف طبيب يداوي. وكاين اللي راهو درك مثلا عنده هو التعصب هذاك لأنه راهو ربما بلع بعض الأفكار هكذا ولا اسمه إيه ثاني نفس الشيء يداوي نفسه من خلال أنه يتبع الطريق الصحيح. راه كاين كتب، كاين علماء، كاين مثقفين، كاين مفكرين راهم قادرين هما يساعدوه، وأيضا هو لازم يتخلص من هذيك الأشياء هذه. أخ عبد الرحيم عندك مشكلة. شوف اخرج وعاود ادخل. الأخ عبد الرحيم بالك لعل الله إن شاء الله تقدر تدخل. إيه الأخ رضا راني قلت لك باللي عندك مشكلة في الخط تاعك. أيوة أسمع، لازم يشرب اللبن باش يبرأ. والله يشرب الحليب، حليب صافي، حليب تاع الناقة هذه هي. المهم كاينين الناس اللي هما عندهم وسمو عندهم مرض يعني واضح. دوك هذا الانسان اللي راهو دوك مثلا مشى في الطريق وتبين له باللي الطريق نتاعو خاطئ،
يا خويا بدل الطريق، وراه المشكل. انت دوك راه انت كيما جبتها قبل الاخ، انت راك تمشي في طريق، انت عندك ال كيما يقولوا واسمو نتاع قانون المرور هذاك، طريق راها ما تخرجش، شوف طريق واحده اخرى. علاش انت راك قاعد تدور فيها؟ تبنت لك الطريق هذه باللي ما تخرجش، رايح عاود راجع ليها. وهذا الناس هذو تلقاهم والله، يشوف نقول لك، غير شوف الانسان اللي تلقاه متعصب تلقاه مريض، عنده مرض. انسان اللي راهو يتبع في الحق، يتبع في الحق وين راهو، فهمت؟ تبع في الحق. انا دوك بان لي باللي الطريق هذا راهو خاطئ، نشوف طريق الحق. علاه انا نبقى نتبع في الطريق هذاك ونعاود نرجع ليه؟ وين راك راح توصل؟ كما قالوا له اسمه نتاع الرياضيات، راك راح انت دير اسمه عمليه بنفس الاعداد، راح توصل لنفس النتيجه غير كون كاني. نفس الشيء الاخ عبد الرحيم، فهمت؟ عندك مشكله في الخط نتاعك والله. غتمنيت على جال باش نثري مع بعض هذا النقاش هذا، ونحاولوا هو انه نلقاو يعني كيما نقولوا اقتراحات لعلاج هذا المرض هذا اللي راهو ينخر في الجسم نتاع الامه، وراهو فوت عليها الكثير من الفرص، ولكن للاسف الشديد يعني، للاسف الشديد. هي لو كان نلقاو مجموعه يعني صحيحه، ممكن بالك نعاودوا نرجعوا للحوارات هذيك نتاع اذاعه وطني، ويكون يعني التحضير لمثل هذه الموضوعات يكون تحضير مسبق، يعني كيما نقولوا تطرح اسئله على الاخوه هكذا، ويكون فيه بحث يعني من خلال الكتب ومن خلال المراجع. وان شاء الله نحاولوا هو ان نضيفوا حاجه من خلال هذا النقاشات هذه، اللي هي تساهم في التوعيه، وتساهم يعني في فتح عيون كثير من الجزائريين والجزائريات، لا سيما الشباب اللي ما عندهمش علم وما عندهمش درايه بهذه المسائل. المهم وراه واضح، واضح باللي الامور هذو، القضيه هذه نتاع التعصب هذه، واضح من انه يعني الناس راها مرتويه بها. ان شاء الله ان شاء الله الاخ عبد الخالق. المهم الاخوه نعاود نشوف ترى إيسا كان قبيل وقع خلل. ايوا الاخ عيسى، يا انا ما نطولش عليك، قبيل تقطعت على بالي شعلوه. المهم كما قلت دوك تحكي، تقول لازمها نقاش موسع، وتكون الناس عندها درايه واضحه، ونقاش يكون واضح، وحوار يكون واضح، واسئله واضحه، باه نخرجوا بنتيجه، وباه نلقاو هذا المرشح تاع الوفاق الوطني. بالنسبه للعصبيه ولا التعصب، هذه كل راهي عقليه جزائريين، وكما قلت كبير راهي السلطه، راهي الناس كل تجري على الزعامه. واحد ما حب يضحي يا نور الدين، اللي حب يضحي عنده مصلحه باه يضحي على جلدها، باه يدي مركز ولا يدي بلاصه، ما كانش واحد يضحي من اجل الجزائر هكا باه تعدل الجزائر وتولي مليح. الباقي اكل يجري باه يدي الزعامه، وهي اللي خلاتنا وصلنا للعصبية هذه. وكما قلت قبل التكريس الجهوية، الشاب اللي دار شوية، الوحيد اللي ما دارش الجهوية في السياسة هو بومدين، الشاب اللي دار فيها شوية، بوتفليقة زاد خلاها خلاص. دوك المشكل يا صاحبي بين جماعة بجاية وجماعة وهر، وين راهم رايحين؟ من البالو ولينا في السياسة، ما كانش. المهم العصبية هذه أنا عندي كما كنت تقولوا قبيل مرض، واللي ما فاقش باللي راهو عصبيته تديه للواد كيما كنت قبيل، يسميوها كيل ساك، يسمها لا مخرج، طريق مسدود. احنا الناس راهي رايحه لطريق مسدود، وحنا قاعدين المشكل كوطنيين ولا اللي يحبوا البلاد ولا اللي حوشوا يضحيوا على البلاد، قاعدين نتفرجوا ومخليينها رايحه هكذاك. كيما كنت تقول ثاني، باهي يبدلوا لنا انا هذا غديري بوتفليقة، ولا يبدلوا لنا او يحيى يجيبوا لنا هذا ملاح، ولا ما نعرف شكون، ولا عمقران، ولا شنو. ما درنا والو،
المهم انا نرضي نكملوا غدوه ديالنا. انا شخصيا تساعدني شفتوا الحد، انا نهضر على نفسي. انا لو كان يعاونك ان شاء الله غدوه ما تخدمش انتوما كنت تحكي ما خدمش سبت والحد ان شاء الله ما نخدم. غدوه بالك نعاود نديروا موضوع حول نتاع بالك نتاع المواقع نتاع التفاعل هذه والانتخابات الرئاسيه. إيه المهم موضوع التعاون التوعوي، موضوع يفيدنا كل، موضوع نخرجوا به بنتيجة. والله يا نور الدين الوقت راح وما على باليش، أنا يستناو في نور الدين يدير لهم مؤتمر ويعرضهم. ما فهمتش أنا هذا المليونير تاع نور الدين مازلنا ما شفناش. لا لو كان جا عندي دراهم لو كان راني درته والله غالب، كون جا عندي دراهم لو كان كريت لهم صالة، كون كريت لهم صالة في سويسرا ولا واسمو في بلجيكا في تركيا، وشفت درنا فيها 300 ولا 400 واحد ودرنا فيها مؤتمر قادر ورانا لحقنا النتيجة. الله غالب هنا أول واحد يتحرك بالوسائل نتاعو. كاينين بعض الإخوة يعني معدودين على أصابع اليد الواحدة، فهمت؟ اللي هما راه مرة على مرة هكذا يتصلوا بيا وقالوا ودي روح رانا معاك ورانا كذا ومستعدين باش نعينوك. ولكن الأغلبية نتاع الناس للأسف الشديد، نشوف انت التعليقات، تشوف انت الوسمو هذيك، ولكن الريح في الشبك، فهمت؟ ما كانش حاجة. ما زال التعليقات، واحد يقول لك معان كاز، واحد يقول لك معان حتى من الناس اللي راه يشوف فيك تعليق مش قادر يكتبه، فهمت؟ يشوف فيك راهو يستفاد، راهو يتبع، راهو كذا، ولكن مش أنا ما شوف. أنا نقول لك أنا مانيش رابط نفسي بالانتخابات. الانتخابات أنا منذ سنوات نشوف فيها وسيلة من أجل المرور إلى تجسيد المشروع نتاع المصالحة. وبالتالي ذوك الانتخابات هذه، انتخابات في 2025، انتخابات في 2044، انتخابات في 2300 ومانيش عارف كذا، المشروع نتاع المصالحة باقي، فهمت؟ المشروع نتاع المصالحة راهو باقي. المشروع نتاع المصالحة هو مش مرتبط بشخص ولا مرتبط بمرحلة، مبني على دراسة، مبني على تجربة، مبني على خبرة، مبني على مطالعة. وحتى إذا كانوا نقولوا مثلا راني أخطأت في الطبعة الأولى في بعض الأشياء، كان يعني اللي لازم نقولوا مثلا ما يديرهاش الواحد، والله الحمد لله الآن راني صححت واسمو عاودت راجعت الكتاب مراجعة شاملة. والآن يعني إن شاء الله في الطبعة الجديدة هذه إذا كان لقيت ناس وقفوا معايا، لأنه ذوك أنت باش تروح أنت تطبع الكتاب هذا تطبعه بالدراهم، ومانيش طابعه أنا راني راح قال مثلا بيعه، والله مانيش راح نبيعه. أنا لو كان نلقى ناس يساعدوني على جل باش أنا نطبع الكتاب هذا نطبعه، وفيما بعد إن شاء الله نخرجوه، وهذا راهو في صالح البلاد. لو كان جات يعني راه بلاد نتاع صح، لو كان هما اللي راهم يحوسوا عليا، هما اللي راهم يجيو قال الناس راه تضحك، الناس راه تسخر، الناس راه التي فهمت التي بالرفكة والتي بالقماش. للأسف الشديد هو أنه الناس اللي هما راهم زعما نقولوا مثلا غايث في البلاد، وتلقاهم ناس ما عندهمش مساكن، فهمت؟ تلقاهم يا اما طلبه تاع جامعه، والله الناس يعني مساكن ما عندهمش، الله غالب خدامين. باش تقدر انت تشوفهم كيفاش راهم يديروا في قنوات فضائيه، كيفاش راهم هما راهم يصرفوا في الملايير، يصرفوا فيها من اجل الجو. احنا قاعدين الناس حابسين لا يشارك ولا وسمو، يحوس لك هو انه التغيير هذا يجي منين، راح يجي التغيير. التغيير ما ينزلش من السماء. صحيح الأخ الكريم، صحيح كاين فيه ناس في الخارج، صح صحيح. وقال لك تحدث نسمع صوتك. والله مع مراك الأخ عبد الخالق عيسى وحبس. أخ عبد الرحيم نفس المشكلة. عندك بلوكاج الاخ عبد الرحيم، شوف بلكش ما كاينه بوطون ثم راك غلقتها، عاود راجع بعد تدخل، فهمت؟
ايه قالك الاخ نور الدين واش لازمنا نديرو؟ يا ودي عندنا سنوات وحنا نحكيو في هذا الموضوع، والله العظيم راه الواحد مرار فمو من الهضره بح. عندنا سنوات وحنا نكررو في هذا الكلام، فهمت؟ شوف الاخ عبد الرحيم، شوف راجع الهاتف نتاعك و الحل. رانا قلنا لازم ينعقد مؤتمر في الداخل وفي الخارج، والمؤتمر هذا يكون بعد نقاش وبعد تواصل، وفيما بعد الناس مع بعض تروح تمشي الى تشكيل نتاع حكومة نتاع وحدة وطنية، وقبل ما توصل للناس لهذاك المستوى يكون تكون فيه يعني ميثاق، تكون فيه ضمانات والناس تصادق عليها من اجل رسم معالم للأجيال اللي راها جاية. مش من حقك انت باش انت تحدد مستقبل أجيال راها جاية من بعدك، مش من حقك. انت الناس اللي حقت لهذا المستوى وان انه بوتفليقة يقرر في مصير أمة، مش من حقك من تكون انت يا باش انت تقرر مصير تاع أمة. لازم يحصل نقاش. مانيش الان في وقت نتاع انقلابات نتاع حكم عسكري ونتاع مانيش عارف نفسه. حنا دوك انت تشوف دول مثل هاك، تشوف نتاع تاع الاتحاد الاوروبي متوحدين، دول كامله متوحدين، رغم انه هاك تشوف الديمقراطيه وين راهم وصلوا، عندهم راهم قال برلمانات منتخبه، رؤساء بلديات منتخبين في اسمه في الولايات نتاعهم كذا ناس منتخبين، ورؤساء نتاعهم منتخبين، حتى اذا كان راهم قال مثلا كاين فيهم ناس اللي مازال عندهم النظام الملكي هذاك، ولكن مع ذلك عندهم دستور عندهم كذا. ومع ذلك شوف وين راهم وصلوا من التقدم، ووصلوا من التطور، وراهم دايرين هما الوحده، راهم دايرين هذا الاتحاد الاوروبي شحال راه كاين فيه من بلاد راهم شاركه فيه، هو الناس تمشي وراء واحد. واش هو انت تي روحك عاجز فيها الناس يمشيو فيك، كون ما يخافوش فيك ربي. ومع ذلك الناس راها ماشيه، ها وين راها لحقت الناس من هذا التعصب ومن هذا التخلف، وين راها وصلت الناس ودايرين رواحهم كانهم يعرفوا هما المصلحه نتاع البلاد، ويعرفوا هما يعرفوا خير منك. والله العظيم يا الشي اللي راهو جاي للجزائر اذا كان مفطنتوش غير ربي اللي على بالو به. والايام راها بيناتنا، راه كاينه بعض الاشياء اللي تحدثنا عليها، راه الان الناس راه تشوف فيها راي العين. والله العظيم لو كان ما يتحركوش الشرفاء وينقذون البلاد من مخالب هذ الناس اللي راهم درك هما ينهبوا في الخيرات نتاع البلاد وراهم مدين البلاد للمهالك، والله العظيم غير يجي النهار تولي وتبكي والدم، فهمت؟ المهم الله يسهل عليكم. شوفوا ترى الاخ هذا ابو بكر لا عاد يقدر يطلع. لا شوف شوفوا ترى الاخ ابو بكر هذا بالك لا عاد يقدر يطلع. انا اضفتك الاخ ابو بكر، ربي ربي شافيك، هذا ما نقول لك. ميسوم ميسوم كش ما يروح يدير بقرات، كش ما يجيب لك شويه حليب، تتقي ربك. هاني اضفتك الاخ ابو بكر، راني ننتظر باش تطلع. مهم اذا كان في اخوة اخرين زيد نفسح لكم المجال على جال باش ما تزيدوا تضيفوا لنا بعض النقاط ونختموا هذا البرنامج. شوفوا ترى الاخ مبروك، اخ مبروك عندك بلوكاج في الهاتف نتاعك. شوف ترى بلكش ما عندك بوطورك غلقها.
فهمت والله العظيم. ما سهل بك باللي بك يهبطوا لك كله، طلعوا لك الجاز فهمت، يطلعوا لك الغاز الصخري والله العظيم. نهضر على ميسوم، مش نهضر على ميسوم نتاعك، عالم جليل خلق الذرة، طبيب مانيش عارف دار اكتشافات دار اذا نهار طول ويتبهلل، وانا ما نهضرش على البهليل فهمت. اخ محمد مرحبا. الو، السلام عليكم الاخ نور الدين. وعليكم السلام ورحمة الله، واش راك؟ لاباس الحمد لله، وانتم واش راكم؟ والله لاباس الحمد لله، الله يبارك فيك. الله، اليوم الكارثة كبرى. واش هذا الاخ محمد؟ الكارثة كبرى، يقطع كل مرة، ما فهمناش وعلاش. اه ايه وش تدير، رانا في حكم في حكمهم. يا معليش، كاين ربي، ما تكسرش راسك آه هذاك مكان. يا واش اخي، راكم تقول لاباس. الاخ محمد اليوم الله يبارك فيك، الموضوع تاع اليوم حول العصبية. يا العصبية، راني بعثت لك شوية لي كومونتير. نبداوها من عم الرسول عليه الصلاة والسلام في التعصب. يعني التعصبية هذه فيها بزاف حوايج. كان واحد متعصب على جال منفعة خاصة، كان واحد متعصب على جال أغراض شخصية. يعني في الجزائر، يعني التعصب يعني بين الوجه تاعها هي على جال المصالح في الحكم وخلاص، وربي يعطي الخير. كما هذه بن غبري الثاني، والله ما فهمناش كاع واش راه دير. وبدتها بسم الله، دخلتها في بالحمد لله، والخرجه تاعها بالصلاه، ما على باليش واش راه دير، وراهي رايحه هذه بتزاير. والله والله يجيب الخير، وهذا ما نقدر نقول. إيه هذا دوك يا ابن غبريط، هذه شكون جابها؟ يا كاع في السيستم، يا كاع في السيستم. علي غديري يعني غديري، هذه راهو يتكلموا عليه كلون في كلون. تسمى الكلون تاع بوتفليقة، على بالك جنرال توفيق ولا غير ذلك من الاشخاص، حوزوهم وداروا لهم المشاكل. دروك راهم يسيو يعاودوا من جهه واحده اخرى باش يطلعوا تسمع هذا هو. للنيفو اللي كانوا فيه من قبل، هكذا. وراهم يحركوا في الناس اللي عندهم الدراهم ملي خلقوه ويسيو تما باش هذوك، لولا واسمو هذا ربراب، لولا توفيق ما تسمعش به. يا ودي دروك ربراب واش مش راح غير يقول هو، كثير من الناس، هو يحوس على ربراب ثاني، هو يحوس على مصالحه. ايه هما درك شوف نقول لك، هما درك راه مكونساوه، هي باينه، هي مكونساوه في هذه العهده الرابعه هذه، كونساوه راهو كان خدام لباس عليه، ايوه كونساوه في العهده الرابعه هذه. درك ايوه هو راهو يشوف روحه باللي هذه الفرصه، اذا كان فيه ناس راهم كيما يقولوا داخل البوفوار قادرين عن طريقهم، هو انه باستخدام المال وباستخدام الكذا من خلال استخدام العلاقات. راك شفتوا اللقاء نتاعو مؤخرا مع الرئيس الفرنسي، راه عنده علاقات مع رؤساء، مش حتى واسمه، راهو قادر يستخدموا العلاقات نتاعهم اذا كان قدروا على جال باش هما يوصلوا هذا عليه قديري. فيما بعد الجماعه الاخرين اللي هما قال مثلا قاموا هما ضده ولا شنوا حمله ضده، منهم هذاك نتاع النهار ولا ناس اخرين مركي في الحيط، مازالش تعاود تسمع بهم. من بعد هو راح تفتح له المجالات، قال راح يزيد يدير مشاريع اخرى، راح يزيد يدير وزنوات واحد اخرى، راح يدير كذا. بالتالي هو ما راهوش يمشي حبا في غديري هذا، ولا يمشي من حب نتاع المصالح نتاعو، وراهو يشوف. وحتى ناس اللي راهم قال مثلا في وقت من الاوقات هما راهم موقفوا معاه، والله دوك هو راهو يعتبر تسمى شغل وفاء لهذا الناس هذو، خاطر هو لولا توفيق ولولا الجماعه اللي راهم كانوا في السلطه التواتي ونزار لو كان هو ما يشوفش والعماري هذا زيد 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 اكتب إيه؟ عليهم، زيد اكتب عليهم. والاخرين اللي قلت لك عليها الاخرين درك هذوك واسمو الجماعه اللي راهم درك مع واسمو مع بوتفليقه، والله راهم دركم منقسمين
فهمت، راهم منقسمين ومشاو هما ثاني، مشاو هما فتح لهم المجال أرباب المال الآخرين ثاني راهم يمشيو معاه على هذا الأساس وفاء، ولكن هما في اثنين راني قلتها في شحال من مرة راهم يلعبوا في دور نتاع السلطة ومعارضة، ولكن هما في اثنين راهم رايحين يستمر النظام بهم، هذا اللي راهم يلعبوا في السلطة وفي المعارضة، والجزائر للأسف الشديد اللي فيما بعد هي اللي راها رايحة تدفع الثمن، لأنه هذه الأجيال هذه ربما ما الواحد ما يش في يده كما نقولوا راهو يحسب فيها بالدقائق، ولا ما يش علوم قال واحد زايد واحد. المهم درك هذا الشباب اللي انت راه وصل به الوضع هو انه يروح انت يرمي روحه في البحر، راه قادر في لحظة من اللحظات تلهب، وهذا الناس اللي راهم داخل الجيش نفس الشيء، قادرين في لحظة من اللحظات يكسروا هذاك الباب نتاع الطاعة وتدخل الجزائر، تدخل في خطر عليها، ما عندهمش تكوين سياسي، ما عندهمش علم واش جرى تاريخيا وكذا، يا وقادرين الاخ هم نور يعاودوا الدين، هذه يكرروا المأساة يكرروها في أي لحظة. يا الاخ نور الدين، يعني تسمح لي برك دقيقه على كلمه هذه. التكوين السياسي عندهم علم في التكوين السياسي، بصح التكوين السياسي اللي عندهم علم فيه هو العلم تاع الفساد والفسق والسرقه والى غير ذلك، ما عندهمش علم سياسي تاع المنفعه. راك موافق معايا الاخ نور الدين؟ نعم هاني اسمع فيه. يعني عندهم وعي سياسي، بصح المشكلة الوعي السياسي اللي عندهم هو مختص الحوايج برك، ما ماشي في الحقيقة وعي سياسي، يعني باش يسكموا البلاد ولا يديروا حاجة للبلاد ولا غاضتهم البلاد ولا حايرين عليها ولا حبوا البلاد. ايه كما فتنا على الكلام، رب على بالك داروا له مشاكل، حبسوا له شحال من خطره الصوالح تاعو في الايروبور، دوك يحوس على كاش جهه يساند فيها باش يسقد روحه مليح مليح والامور ماشيه، ولا جاز عليه الديري اللهم بارك، شنو سونو شنو يدوروها حاجه واحده اخرى ثاني يا ودي كيما اللهم الكلون لك تاع الخير. بوتفليقه. شوف راني هدرتها قبيل ونزيد نعاود نكررها، وهذه الامور هذه مانيش نهدر فيها كيما نقولوا بينا ان هكذاك غر على يا واحد ودي راجت وحاجه يا في الاخ نور راسه الدين، ولا لما كذا. تسمح لي، مش انت رايك تهضر عليها، قانون وكاين المرور، فيسبوك قانون وكاين المرور فيسبوك راهو درك وكاين الانسان لما هو يكون يمشي في طريق خاطئ والله يمشي في طريق مغلق راهو رايح فيما بعد يوصل للحيط، تارك ماشي في طريق مغلق، راها كاينه البلاكا طريق مغلق، وين راك بصح رايح على انت؟ بالهم امشي نور على الدين، روحك، تمشي بصح راك رايح توصل للحيط. هذه على بالهم اي بيها، هذه على بالهم انسان بيها، شوف رانا هذه قلناها على منذ بالهم بيها. سنوات. اصبرني المشكلة اخ ما محمد، عندهمش إحساس، اخ محمد ما ما عندهمش تقاطعنيش، إحساس. نعم اصبرني باش ما الناس نسمعوا بعضنا البعض. راني كنت نسمع فيك، اسمعني ومن بعد نعاود نعطيك الكلمة. كي نكون نتكلم انا اسمعني برك باش ما يحذش التشويش هذاك في الخط هذاك. شوف إليك الخط يا هذا الأخ نور الناس الدين. اللي إليك راهم، هذا الناس اللي راهم درك هما في السلطة، والله الناس اللي راهم رايحين يوصلوا ليها، رانا قلنا القضية ما هيش تتعلق بشخص، يعني بحيث هو انك انت لما راك رايح تنحي هذاك الشخص راهو رايح يحصل تغيير. هذه راها دولة داخل دولة، دولة مفرخة، بالتالي الشيء اللي راهو درك هو راهو أي شخص، أي واحد، أي واحد روح جيب حمروش والله جيب أحمد طالب والله جيب شوف مانيش عارف أنا العبقري في البلاد تحطه أنت ثما، أو ذوك أنا قال مثلا أنا روح نحطك ثما في السلطة، انت رانا شفنا فيك وقلنا باللي انت راك تحوس تدير التغيير وكذا وكذا وكذا، راك تحطه انت في السلطة ما راح تدير والو. لماذا؟ لانه راها دولة داخل دولة، الشي اللي على جلبش هو يحصل تغيير لازم تغيير حقيقي، تغيير حقيقي بمعنى انه هذه الدولة اللي راها داخل هذه الدولة هذه تروح الى الابد، خطر هذه الدولة اللي راها داخل الدولة هذه الدولة العميقة هي اللي راها تعيق التغيير. اي رئيس يوصل هو للسلطة
وهو يدير قرارات، القرارات هذيك يقطعوها في الطريق، هما ما يخليهوش يمشي، ما يخليهوش يتحرك، ما يخليهوش ينشط. راهم مفرخين، عندهم ارباب هذو نتوع المال، نتوع الفساد، نتوع الاعلام، في القضاء، في التربيه، في التعليم، في الصحه، في الرياضه، كل شيء كل شيء. روح جيب انت دوك مدرب للفريق الوطني نفس الشيء، ما راك راح توصل للوالو. خطر عليه هذا الناس، راني قلت لك راهم متجريين في كل مكان. بالتالي التغيير اللي يليق بالبلاد، والتغيير اللي هو راهو راح يخرج البلاد من هذه المأساة اللي راها تدور فيها دوكا منذ عشرات السنين ومنذ مئات السنين، هو التغيير الحقيقي. والتغيير هذا الحقيقي هو لا يأتي بين عشية وضحاها. انت لازمك انت تبني هذه الدولة الجديدة، هذه الجزائر الجديدة، تبنيها انت على 30 على 40 على 50 سنة. وكاين بعض بعد من الناس أكثر اللي يقول لك انت، يقول لك باللي يا خويا انا لا كان هكذا، كما لا انت ماكش تحكي الا انت تغيير انت. يروح رانا نتلاقاو افريل راه ما عنده ما مازال له. رانا قلنا كاينه بعض الاشياء اللي قلناها، راه الان الناس راه تشوف فيها راي العين. كاين بعض من الناس كانوا يتبعوا في بعض هكذا، وقال هاو كاين تغيير، وهاو كاين تطهير، وهاو كاين تبغرير، وهاو كاين الوسمو. روح تبع، احنا نقولوا خرطي في دوك خرطي يا تبع في الاحمر الريح، بالله، راك تبع في الهواء، الخرطي في راك الخرطي. تبع في كذا. ها هو قدامك، راه راح يفوت افريل نفس الكلام اللي قلناه. لماذا؟ لانه درنا تشخيص دقيق للموضوع هذا. التغيير موش نتاع شخص ولا مجموعه من الناس، التغيير لازم تغيير حقيقي وتغيير جذري. والتغيير الحقيقي والتغيير الجذري لا ياتي بين عشيه وضحاها، لازم وحده تحصل، لازم الناس تتشارك مع بعضها الكل. قال هذا اللي راهو عنده توجه علماني، واللي انسان اللي راهو عنده توجه اسلامي، والانسان اللي راهو عنده توجه وطني. وتلتقي الناس على حوار، تلتقي الناس على مائدة، وتخدم الناس للمستقبل. اما هو انك انت ماكش مأمن بهذه الامور تاع الوحدة. ربي ربي والرسول صلى الله عليه وسلم عليه في الصلاة والسلام. الايات وفي الاحاديث، ربي هو يأمر بالوحدة. يد الله مع الجماعة، وانت رايح يد الله مع جماعة. فهمت؟ يد أنا الله مع حبيت، أنا الجماعة، حبيت الناس برك، تلتقي حبيت برك. كلها مع بعضها البعض، على جال باش الناس تخدم وتروح واحدة واحدة باش تنظف البلاد. هذا كلام صواب يا الاخ نور الدين، بس انا حبيت نعطي برك فكره. هذا يعني الانسان اللي يقدر اللي يتكلموا عليه، وعلى يا اخي كان معاهم، وعلى ما يمدش دي زانفورماسيون تاع السرقه والفساد بيسك راهو يدير الحمله الانتخابيه، وعلى ما يهدرش على لي زانفورماسيون تاع الفساد والشيء اللي داروا. سمعت في اليوتيوب هدر على هو اللي حط القانون تاع واسمه لا روتريت في واسمه في الجيش. سألوه علاه الجنرال اللي راهو مساند بوتفليقه وعلى ما خرجش لا روتريت، قالوا يفو بوزي لا كاستيون ا لوي ميم. انا ما فهمتش، انا ما هذو الناس هذو والله خرافات واوهام وما فهمناش قاع. الكلمة لأخيك الأخ نور الدين ليك. الله يبارك فيك، شكرا للأخ محمد. نمر للإخوة آخرين. شوفوا ترى الأخ هذا أبو بكر، نزيد نعاود نعطيك فرصة قبيل يا أخويا. ماذا بينا الأخ أبو بكر، تكلمنا عن الأفكار. والله ماذا بينا، إن شاء الله تقدر تطلع المرة هذه. هاي واك طلعت يا السلام سيدي، عليكم، مرحبا بك الاخ مو بكر. وش راكم شوية صباح؟ لاباس؟ والله الحمد لله، الله يبارك فيك. من راك تكلم فينا الاخ مو بكر؟ أنا نتكلم معكم من قسنطينة، مدينة قسنطينة. مرحبا بك وصلت الاخ معنا ابو في بكر، الطاقة. تفضل الاخ التحديات ابو بكر الوطني، وكلمنا على الافكار يا سيدي. احنا نتكلموا في الافكار ما نتكلموش في الاشخاص. ها تفضل اخويا. بارك الله فيك وليك الفضل. شوف، التعقيب الأول على المسألة تاع التعصب، يعني كاين بروفيرب يقول لك التعصب هذا منين يجي؟
الجهل يصنع الخوف، والخوف يصنع العنف، والعنف تعرف الدمار. هذا هو التعصب، يعني الأساس على المشاكل تاع التعصب بكل هي وش هي؟ الجهل. المهم التعقيب الثاني على المشكل اللي راهو صاري في الجزائر، راهو مشكل كبير ومتجدر. النظام هذا راهو فاقد للشرعية من 62، وزرع ونبت ونبت يعني شخصيات سياسية، يعني ولاده ما نشخصوش باسم الشرعية الثورية، باسم الشرعية الثورية، يعني واحد مجاهد والله هاك تعرف، مثلا بن بلاب ومدين، يعني ما نهضروش، يعني نتكلموا يقول لك انتوما ما تعرفوش الخير للجزائر خير خير منا، احنا هما كلش. المهم انا الفكره تاعي والاقتراح تاعي الاول يعني اللي شفته يصلح للجزائر، هو لازم نعمله مثل امريكا والصين. يعني كنت تشوف النهضه الامريكيه والنهضه الصينيه، القاسم المشترك هو العزله، نعزلوا ونغلقوا على نفوسنا. فهمتني استاذ؟ كيفاش؟ شوف مثلا تسمى أمريكا... تقصد هو انه الجزائر يعني تنغلق على نفسها، ننغلقوا على انفسنا. بارك الله فيك. كيفاش ننغلقوا من انفسنا؟ يعني نستمدوا الافكار، نعملوا نموذج يعني مثل النموذج الامريكي والنموذج الصيني. يعني امنوا بالتاريخ، يقول لك كاين بروفيرب انجليزي، اللي يعرف منين يجي يعرف وين يروح. فهمتني يا استاذ؟ درك حنايا نستمدوا التاريخ تاعنا، والاعلام هذا مثلا القنوات هذه الخزعبليه هذه اللي ما عندها حتى معنى، رانا في انحطاط تام، ورانا في المستوى ديغرادي فيه، راك فاهم؟ مثلا نعطيك انا التجربه الصينيه بحكم اني مقيم في الصين عندي 20 سنه في الصين. الصينيين واش عملوا؟ عملوا انه عاملين قنوات حوالي 40 ولا 50 قناه، وكل مدينه في الصين عندها قناه خاصه بها. هذا نظام الفيسبوك نغلقوه، نعملوا ابليكيشن بتاعنا جزائريه. ما تعمل ليش يا اخي؟ الناس اللي تطلع في البلاطوات لازم تكون ناس يعني محترفه، مش انا نجيب واحد ما على باليش انايا، يعني راهو رداءة كبيره. فهمني يا استاذ؟ والاعلام نعم. هو السبب الرئيسي لانحطاط المجتمع. فهمتني؟ بالنسبه هذه نعملوا هذه العزله، قداه تكون؟ قداه راح تكون؟ راح تكون 5 سنين 10 سنين ماكسيموم. نعملوا ابليكيشن فيسبوك جزائري، مش فيسبوك، نسميوه ابليكيشن ما على باليش انا. مثلا الصينيين عاملين ابليكيشن اسمها ويشات، يتبادلون معلومات بيناتهم. قناه مثلا اليوتيوب هذا عاملينه غلق، عاملينه فلتريشن. ليش؟ لانه الغرب يعني انا ما ندخلش في لغه الخشب هذه تاع النظام، الجزائر مستهدفه من اطراف اجنبيه وكلش، لازم نبقاو في العادات والتقاليد تاعنا ونطوروها، نحاولوا نطوروها. فهمتني؟ والاعلام هو يعني هو الميزه الخاصه. درك مثلا كي تشوف الجزائر، نهزوا المثال الجزائري، روح شوف اي شاب جزائري الان راهو يتفرج في فيلم تركي ويحاول النساء تحاول تلبس لي انايا الواحد هذا حريم السلطان، واحد يشوف واحد لابس منقوشه يعني في اسبانيا لاعب كره قدم لازم يدير منقوشه. فهمني يا استاذ؟ هذه مهمه جدا. علاش احنا ما تقصد من انه هذه العولمه اثرت على الثقافه الجزائريه، وبالتالي لابد من سياسه غلق لمرحله معينه حتى يوليو الجزائريين يمتلكوا حصانه؟ لا ما فهمتنيش. شوف علاه قلت لك انا لازمنا الغلق مده 5 سنين 10 سنين، لازمنا نعرفوا تاريخنا.
تاريخنا مليح، وتاريخ تاعنا لو اللي روحي تطالع عليه تطالع عليه تاريخ يعني مشرق، مشرق بأتم معنى الكلمة، يعني مشرق مشرق إلى أقصى درجة. لازم نمنو بالتاريخ تاعنا، عندما نستمدوا من التاريخ تاعنا يعني كل الشباب هذا وكل الأطفال هذا يكون عندهم يعني غيرة على البلاد، تصنع الغيرة تاع البلاد. غدوة لسه يتفرج قناة غربية والله مشرقية، ما يكونش هذا الانحطاط اللي راهو فيه المجتمع. أكتشوف الآن مثلا رانا مثلا في القنوات هذه الدينية عندنا البارابول هذا، رانا نتفرج السعودية، واحد يتفرج لي مصر، واحد يتفرج لي المغرب، واحد يتفرج لي يعني، وتخلط الحابل في النابل في الإفتاء في الفتوى، وإحنا تابعين مالكيين، وواحد يتفرج لي في فتوى سعودية. ها فهمني يا أستاذ؟ فهمتني ولا ما فهمتنيش؟ رانا تقسمنا لستين. لازم سياسة الانغلاق مدة 5 سنين إلى 10 سنين، أمنوا بتاريخ تاعنا، هاو كفا كانوا عايشين جدودنا، هاو كفا كانوا يلبسوا. إحنا مش ضد التطور، ولكن ضد ماش لمحو الهوية الوطنية، ما نجيبوش أفكار خارجية، ما نستوردوش أفكار خارجية، ونعملو نموذج جزائري 100%، نطوروه، نعملوه مع العصر، مع التطور. التطور الآن مثلا في الجانب الاقتصادي، كل المشاريع الآن راهي الجزائريين، راني بحكم أنا نعمل في التجارة، لابونك سنترال هي اللي تمون كل المشاريع. علاش يا خويا لابونك سنترال هي اللي تمون المشاريع؟ عندنا فائض في الواحد في هذا في العملة على برا، الناس اللي حابة تستورد تروح تشري، نعملوا لي بيرو دشونج مثلا، ونعودوا نبعثوا الدراهم، نشري التاجر يروح يشري من الدراهم الديفيز من البيرو دشونج، عليه يشريه من لابونك سنترال. فهمني وسهل؟ هذيك أمور تقنية، هذيك أمور تقنية، أمور تقنية مش أمور تقنية. علاش نحي لي أنا يا خويا؟ أنا كل عام لا 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 ما فهمتش. 40 مليار دولار، اسمعني، كاين أمور. شوف نقول لك، مادام راهو درك المشكل سياسي، الحاجة الأساسية في البداية هو أنه لازم الناس تعرف باللي مثل ما كنت نقول قبيل، هو أنه قضية نتاع دولة، دخل دولة راه راكبة في البلاد، مش إحنا اللي درناها، مش إحنا اللي درناها، هما ركبوها، ركبوها داروها، خاصة منذ الوصول تاع الشاذلي. دولة داخل دولة، راه مدرك السلطة راك متحكمين فيها، متحكمين في السياحة، متحكمين في النقل، متحكمين في البنوك، متحكمين في الموانئ، في المطارات، متحكمين في المؤسسات نتاع الدولة، ومخضعينها للنفوذ نتاعهم. هاو درك عنده دوكا بوتفليقة والجروب هذو اللي جاو معاه 20 سنة، ما لحقش النتيجة، ما لحقش النتيجة. كاين بعض الناس يشوفوك انت قال مثلا مؤسسات التبنات، والله قال مثلا مرافق، والله، ولكن في النهاية هو راه راح يخرج، وراه راح يوصل لواحد واحد آخر، ونبقاو احنا في نفس الطريق، الطريق الخاطئة. احنا دوك الآن لابد من تغيير هذا النظام، تغيير النظام فيما بعد. اصبرني، التغيير تاع النظام هذا هو لا يأتي بين عشية وضحاها، لازم تتعاون الناس. واش عليه دوك مثلا نتاع الاقتراحات انت اللي انت كنت تحكي عليها، والله يحصل حولها نقاش، حولها نقاش، قال مثلا في اطار مثل كيما انا قلت كان يا مؤتمر، تتلاقى الناس، قال ها يا ودي مجموعه من الاقتراحات، وهذه الاقتراحات لابد هو انه تلقى قبول، تلقى قبول، بمعنى انه الناس تعتقدها، وهو انه الناس تتبناها، لما تقبلها فيما بعد انت قال اشيدي وش عليه وراء المشكل. يعني شفنا قال مثلا المخرج هو انه قال انا ما نسميهاش بالمصطلح هذا اللي قلته انت، يا انت قضيه انت اغلاق والله انغلاق والله كذا، نعطي لها اسم واحد اخر، قال تطويق، فهمت؟ قال تطويق الازمه، فهمت؟ تطويق، نطوقوا هذيك الازمه هذيك، فيما بعد احنا تمشي الناس واحده واحده، من اجل قال بناء اقتصاد جزائري، من بناء اعلام جزائري، صحه، تعليم، سياسه، سياحه، رياضه، الى غير ذلك. لكن انت لو كان ما تغيرش هذه الدوله هذه العميقه، وان تنحيها
حاجة متغيرة في البلاد غير كون كاني. أستاذ المشكل في الجزائر أنه الناس كما نقولوا حنايا بالفرنسية الطالئة ليليت النخبة تاعنا راهي مسيسة إيديولوجيا تابعة للخارج. وأنا قلت لك المشكل أين هو. مثلا أنا ما نحبش نعمل لك تشخيص. مثلا نهزوا الأحزاب مثلا حماس قطر تركيا مثلا نقولوا حماس حزب إسلامي في الجزائر تابع بطريقة والله أخرى يعني المنهج تاعهم هو الإخوان المسلمين مثلا أنا ما ننتقدهمش يبقى تفكير سياسي تاعهم ولكن تابعين جماعة تابعين تفكير تاعهم في الخارج المنظر تاعهم هو أردوغان في تركيا مثلا تروح تهزلي الأفافاس نفس الشيء يعتمدوا حزب العمال وكذلك النخبة تاعنا النخبة السياسية ما راهيش نخبة جزائرية هذا هو المشكلة ما هيش نخبة جزائرية 100% راهي نخبة تابعة إيديولوجيا للخارج وما نقدروش نسقطوا يعني الأفكار الخارجية على المجتمع على السياسة الجزائرية أو بالأحرى المجتمع الجزائري لأنه المجتمع الجزائري عنده خصائص ومميزات يختلف المجتمعات الأخرى أنا واش قلت لك علاش نعملوا الانغلاق هذا نمنوا باللي كاين هناك الجزائر كانت عندها تاريخ انت على حسب واش فهمت من خلال الكلام تاعك هو انك انت راك مع فكر انت جزائر انت جزائر مع هو انه قال يكون فكر جزائري تسمى على حسب واش فهمت من خلال الكلام تاعك والناس هادو النخبه هذه يعني نعطيها لك 100% استاذ يعني راهي تابعه ايديولوجيا للخارج الناس بكل اللي راهي في النخبه فيها يعني راهي واحد مواضيع اذا انت وظني يحكينا على الموضوع هذا بالذات هذا اللي تحكي عليه انت هو انه كان يجمع اللي الشيعة راه المرجع نتاعهم ايران ومرجع نتاعهم حزب الله وحكينا على الموضوع هذا جماعه تاع الاخوان عندهم مرجع اسمه جماعه تاع السلفيه عندهم مرجع من السعوديه ومن كذا حكينا على الموضوع واحد فرنسيين ايه 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 كاينه مجموعه تاع العلمانيين نفس الشيء النخبه تاعنا والنخبه تاعنا راهي نخبه كلاسيكيه يعني ما تعطيناش ما تزيدناش ما قدرناش حنا مثلا الجزائريين هذه النخبه الجزائريه الناس الدكاتره واللي واحد ما قال بار اكزومبل اون سولو جروب ونعملوا اخويا الوحده تاعنا افكار نطبقوا هادو الناس علاه لقاو المنفذ هذا باه يبقاو في السلطه راه يتحس في النفس هادو الناس راهم يقولوا لنا يا جزائريين ما عندكمش الرجاله كاين راجل واحد في الجزائر هو عباره وانا ما نشتيش نشخص مي بصح هذا هو الوضع راهو الكادر برك وفقط انسان دمية ما تتكلم والو هذه منا نواه من هادو الناس اللي في الطالعه راهم بكل تابعين للخارج كون تلمينا الناس هادو اللي في الطالعه انا ما نتكلمش على نفسي انا مانيش طالعه ما نعتبرش وشي بحكم التجربة تاعي وشفت في الخارج يعني سبحان الله يعني كما قلت انت التوحد هذا يجي من عند الناس عندها أفكار مش ناس أو قال هذاك أو جا نكاز أها الآخر ميسوم خير هاك فاهم شيخ نعم منقوش نوات خلنا نهضروا كي بالأفكار اتفق معك احنا شوف منذ سنوات وحنا نحكيو في هذا الموضوع ولكن الله غالب ما عنديش دراهم انا على جل باش عندي افكار ولكن ما عنديش دراهم باش نجسد هذيك الافكار هما كاين الناس اللي عندهم دراهم ولكن ما عندهمش افكار فهمت راهم يضيعوا في الاموال هذيك تذوق مثلا تلقى واحد انت هذوك مثلا يروح يمشي لك مع زيد ولا عمر من الناس هي مادام راك انت ما هضرتش قلت راه عندك واسمه مع هذه قضيه تاع الاشخاص
تمشي مع زيد ولا عمر من الناس. عوض هو انه الناس قال مثلا تستثمر الاموال تاعها، خاصه من هذ الناس اللي راهم درك هما ينفق في سبيل الله، فهمت؟ ينفق في سبيل الله. علاش انت ما تنفقش في اطار نتاع قناه فضائيه هذه نتاع المصالحه منذ سنوات اللي نحكيو فيها، تنفق انت الاموال تاعك اللي هي راها فيما بعد تساهم في هذا الوعي، ويصير وعي مشترك وعي عام. خلي انت ناس راها تنفق في اموالها في الريح، هاك تشوف فيهم هما دوك راهم دايرين قنوات فضائيه عباره عن ثكنات عسكريه، وراهم قاعدين يدمروا في المجتمع، يدمروا فيه. صح، لا يضربوا في الاسره، يضربوا في الضربه العقل تاعو، في الوعي نتاعو، في الهويه نتاعو، في التاريخ نتاعو، في الحاضر نتاعو، في المستقبل نتاعو. عوض هو انه الناس قال تلتقي من اجل باش تنظر للمستقبل. قال لكم مثلا هذه القناة نتاع المصالحة يكونوا فيها ناس مختصين في كل المجالات، أطباء نفسانيين، علماء، مثقفين، سياسيين، محليين، نخبة، ناس نخبة. مختصين قال مثلا في تحليلات أمنية في كل المجالات، وتخدم الناس على جل باش تلتف ناس حول القناة اللي هي تصنع هذا الوعي هذا وهذا الرأي هذا المشترك. وفيما بعد لما توصل هذيك القناعة فيما بعد التغيير هذاك يكون تحصيل حاصل. هما للأسف الشديد شوف مع من راهم واقفين. المشكلة أستاذ أنا واش قلت لك، كاين بروفيرب إنجليزي يقول لك اللي ما يعرفش منين جاء ما يعرفش وين يروح. لا قلت لك أنا المسألة تاع التاريخ هذه مسألة مهمة، لازمنا لازم نفيقوا الشعب اللي عندنا تاريخ، تاريخ كبير، تاريخ كبير. مثلا انا نعطيك انا مثال، في يوم من الايام كنت نشاهد في اليوتيوب طاحت لي غنايه انا ما على باليش، في التاريخ جامي قريناها، جامي طحت في كتاب قريته مثلا في تاريخي قريته، طحت في غنايه تاع الهاشمي القروابي ربي يرحمه على مالطا، على مالطا. اندهشت انه كانت غزوه جزائريه، جنود جزائريين تحت من ولايه الجزائر تحت الوحده تاع العثمانيين، غزينا جزيره مالطا وجبنا سبايا من هناك. هذه ما تدعي للمفخره استاذ، هذه في تاريخنا وقليل الجزائريين اللي على بالهم بها. مثلا نعطيك مثال، هذه ما قراوها الناس كثير من الاشياء. انت لو كان تشوف انت الجزائر قبل الاحتلال الفرنسي كيفاش كانوا، مثلا كانت السفن لما تجي تمر تاع امريكا كانت تجي تمر تتعامل مع الاموال باش تفوت. شوف كاين جنرال فرنسي، كانت قوه، كانت قوه مهابه في مؤرخ الماني دخل سنه 1832 للجزائر. هذه الجزائريين قليل وين يعرفها، روح اقرا والله نسيت كيف اسمه، يحكي على حال الجزائر، الناس كيف كانت عايشه، كانت ديار وحدها بوكل قالك دايرين كيما نقولوا حنايا فيلا بالرونش، نسبه الاميه 2% في الجزائريين 2% عندما دخلت فرنسا، بينما في الجهه الاخرى في فرنسا هذو اللي استعمرونا كانت نسبه الاميه عندهم 45%. فاهم استاذ؟ فهمني استاذ. نعم. لازم نفتخروا بالتاريخ تاعنا وباجدادنا باش نعرفوا وين، يعني نغرسوا في المواطن هذا الجزائري انك عندك تاريخ كبير ومشرف. نعم. الاخ ابو بكر راهم كاين اخوه راهم ينتظروا نمرر لهم الكلمه لانه ما بقاليش بزاف في الباتري تاع التليفون. ان شاء الله نزيدوا نعاودوا نشوفوك فرصه واحده اخرى الاخ ابو بكر. ان شاء الله يا مرحبا بك، طولنا عليكم. لا مرحبا بك في كل وقت الاخ ابو بكر، شكرا. نشوف ترى الاخ امين. المهم الاخوه ما تطولوش برك لانه راه ما بقاليش بزاف الباتري في الهاتف نتاعي. شوفوا الاخ امين ومن بعد نجي لكم الاخوه الاخرين. اخ محمد الامين مرحبا بك. اخ محمد الامين
للأسف الشديد الأخ محمد الأمين خرج. شوفوا الأخ هذا عماد، ومن بعد نجي للأخ هذاك اللي يرمز للاسم نتاعو بكابيل. شوفوا الأخ عماد هذا، أخ محمد الأمين أنا دخلناك وتقول قبيل خلينا نهضروا، أني دخلتك وك خرجت. الأخ عماد مرحبا بك. للأسف الشديد الأخ عماد خرج نفس الشيء. شوفوا الأخ هذا اللي يرمز الاسم نتاعو بكابيل. ألو. ألو، مرحبا بك. السلام عليكم أستاذ نور الدين. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا بك الأخ الكريم، ذكرني بالاسم نتاعك. كريم من فرنسا. مرحبا بك الأخ كريم. والله أستاذ حبيت باش نتكلم شوية على العصب، العصبية. نعم، عصبية نقسمها في زوج، كاين العصبية في النظام وعصبية برا للنظام، يعني بالشعب. بالشعب. بون، في النظام ما كاش عصبية، العصبية الوحيدة اللي كاين مصلحة، يعني يتفقوا كامل على المصلحة، كاين ديكلون، ما كاش عصبية لجهة ولا للغة ولا لدين. تاخذ كي تدي مثلا ليكلون تاع توفيق تلقى فيه كامل قبائل الشاوية عرب كي كامل، الكلون تاع بوتفليقة كامل، الكلون تاع قايد صلاح الثاني، بصح يتفقوا كامل على المصالح، يعني ما عندهمش عصبية لجهة يقول مثلا ناخذوا غير هادو مال جهة، ولا القبائل ولا العرب ولا الشاوية ولا هذه هي. وفي النظام عندهم دي كلون، ولي كلون هادو ما بداو صافي لونطو، اللي بداو ديجا لي بريمي كلون اللي كاينين بعد الاستقلال، يعني كاين الكلون تاع تلمسان وكلون تاع تيزي وزو. والكلون تاع تلمسان اللي ربح، كلون تاع تيزي وزو اللي كان كريم بالقاسم بوضياف كامل جماعة الحكومة المؤقتة، وكاين الكلون تاع تلمسان تاع بن بلة وبومدين وكامل، والكلون تاع تلمسان اللي ربح دخل العاصمة وقتل الناس وحكموا وداو البوفوار. وبالنسبة للعصبية يعني خارج النظام، كاين صح كاين عصبية دينية بالنسبة للدين، اللي تدي مثلا الفيس مثلا عنده عصبية للدين، يعني يمن اغلبيتهم كي ناخذوا القاده مثلا اللي درك مثلا لو كان تحكي له على علي بالحاج قادر حتى يقتلك. كاين الناس اللي لو كان تحكي له على علي بالحاج قادر حتى يقتلك، ولكن في المقابل كاينين الناس اللي ذوك ثاني انت مثلا تحكي له على فرحه مهني قادر حتى يقتلك. اي صح، بس كيفاش قلتي كاين عصبيه للدين مثلا قلت لك في الفيس، وفي الفيس باسكو كي يقولوا عصبيه لدين، كاين ثاني كاين دين تشددي مليح كيما علي بالحاج مثلا، وكاين اقل تشددا مثلا كيما حمص، وكاين اكثر تشددا من علي بالحاج مثلا مثل هجره وتكفير هذيك اللي كانت في التسعينات، وكانت جماعه تاع بويا علي كي قبل التسعينات، يعني كانوا جماعات مسلحه، يعني هذوما كي تكون تعصب لدين وتقول بانه هذا الدين اللي ديالي، هذا تطبيق الشريعه الحكم لله، كي تقول الحكم لله يعني ما تقبلش الحكم الشعب كما 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 قال علي بالحاج نكفر بالديمقراطيه، فهمتني، كي نكفر بالديمقراطيه، يعني ومن بعد كي تعصب لهذه الشيء هذايا ما تقدر دير نابورت كوا، تقدر تقتل، تقدر تدير حاجة نابورت كوا. كاين تعصب لجهة مثلا ولا للغة مثلا كيما الماك، للمنطقة يتعصبوا لمنطقة وللغة. وثاني الماك ثاني واش داها هكذايا، باسكو كاين عوامل، واش داها هذايا النظام دار بزاف
بزاف على هذا. على واش 50 سنه ما تقدرش تهضر بالامازيغيه بالقبيليه كما قال الاخر سمعت له قالك بومدين جامي دار العصبيه بومدين بومدين وقت بومدين ما تقدرش تهضر بالقبيليه انتيردي تهضرها تصدر تصدر بوندو 50 سنه ما تقدرش تهضر بالامازيغيه او بعد اتو مومون يخرجوا لك الناس يخرجوا لك الناس كما فرحات مهندي خرجوهم في 2001 2001 خرج لهم انا ندير حكم ذاتي وهذا علاش باسكو لو كان النظام اتاح الفرصه يعني باش الامازيغيه ولا الدين يكون تعدد ديني ولا ماشي تعدد دين تعدد لغوي تعرفوا مثلا بالامازيغيه صافي منذ سنوات لو كان المايك ما خلقش لو كان جامي المايك يخلق لانه المايك علاش يبدا خرج من هذه الامازيغيه محقوره ومن بعد قدر يجمع بزاف الناس حول المايك وهذه هي الموضوع نتاع الانتخابات الرئاسيه ثم نترك تحكي القضيه نتاع العصبيه ولكن الموضوع الاساسي نتاع الانتخابات الرئاسيه العصبيه ناس راه تعصب البوتفليقه ناس تتعصب النكاز ناس تتعصب السبيسيفيك ناس تتعصب وش اسمه هذا الغديري ناس تتعصب البنفليس ناس تتعصب المقري كل واحد وين راهو يتعصب لشخص معين والله كاين الناس ما تخدمش عقولها انا نقول لك صح كاين الناس تتعامل عاطفيا اغلب الناس تتعامل عاطفيا لو كان تستخدم شويه عقلك شويه تلقى الحل كي مثلا كي ناخذ رشيد نكاز ما تقدرش واحد تفهمني واحد كان مترشح للرئاسيات الفرنسيه يقول بلادي فرنسا وترشح للرئاسه الفرنسيه غدوه من ذاك ينحي الجنسيه الفرنسيه ويطلق مرته هو اللي طلقها وقال يعني عرفي يعني هو اللي طلق مرته لان اجنبيه طلق مرته وخرج لنا السلام عليكم راني جيت نترشح لرئاسية ومع الناس تعاطفت ما ولاش تخمم ما ولاش تفكر وخاطيها السياسة باسكو نكاز دخل في الفيسبوك الفيسبوك خاطيهم السياسة الشعب الأغلبية اللي كانوا في الفيسبوك خاطيهم السياسة ما يعرفوش دخل هكذا يقصر معهم دخلوا عن طريق كيشغل جذبهم عاطفيا ماشي عقليا يعني نكاز ما يخاطبش العقول كان يخاطب القلوب بعد كي شغل واحد مغرم شغل واحد مغرم بحاجة كيما مثلا مرات مغرمة براجل كي تكون ما تولي ما تخممش بعقلها هذه هي تسمى كل واحد ينحي عقله يولي يخمم بقلبه يتولي متعصب اوتوماتيكي متعصب يتعصب متعصب لينيكاز ولا اي شخص وكاين الناس تتعصب ماشي عقليا ولا قلبيا تتعصب بمصالح بوتفليقة عندنا مصالح نتعصب معاه غدوة من ذاك يقلبونا الفيستا هادو ما نتعصبوا مع كيما مثلا عدنان ملاح 2014 كان سند العهد الرابعة طاف 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 ومن بعد جنرال توفيق خرجوه خرج معاه طاف يخرج لنا ضد العهد الخميسة كاين الناس تتعصب لمصلحة يعني كاين الناس تعصب لشخص عن طريق القلب يعني ما ولات ما تخممش بعقلها ولا تخمم بقلبها كي تحب واحد ولا تغرم بواحد تولي تدافع عليه مهما كان يعني ما تشوفش عيوبه تقول له واحد هكذا العيوب ديالو ما تقدرش ما تشوفهم باسكو اصبح مغرم لذلك يتعصب كاينين الناس عن طريق مسرح كما البوتفليقة للناس على بالهم بلي الراجل ميت وما كانش بصح عندهم مصالح هذيك المصالح اللي تخليهم يتعصبوا ماشي القلب ماشي العقل لان القلب والعقل ما يملوش به تبقى المصالح المصالح يمد لي هذا ينتعصب معه يمد لي هذا ينتعصب معه دوك يخرجوا غلي غديري بداو يحسوا هو تاع الكلون جنرال توفيق باين الكلون تاع جنرال توفيق واغلب الناس ما فاهمش السياسة يعني ما تتابعش السياسة راهي في الفيسبوك وتشوف
وتشوف تشوف ها خرجنا لي غرديري سندو هذا سندو هذا سندو هذا طاف 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 مليح ويبدا يخمو بقلوبهم ماشي بعقولهم. نعم شكرا للاخ كريم، بارك الله فيك. ان شاء الله نلتقي وان شاء الله في فرصه واحده اخرى. ربي يبارك فيك ان شاء الله. بارك الله فيك. شكرا للاخ كريم. المهم الإخوة والأخوات، أتمنى وأنورنا أفدناكم من خلال هذا النقاش. نلتقي إن شاء الله في فرص واحدة أخرى. إن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.